السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة المشاهدون، لقاء جديد يجمعنا بكم في إطار هذه اللقاءات المتتالية معكم لهذا البرنامج من برنامجكم إضاءات. إضاءتنا لهذا اليوم ستكون مع شرطة السير عن المهام الجسيمة التي الملقاة على إدارة شرطة السير، الأنشطة، وكذا أيضا عن الدور المفعل لإدارة شرطة السير وكل ما يتعلق بإدارة شرطة السير وعن المركبات بالتحديد. أيضا كل ذلك سنتعرف من خلال لقائنا لهذا اليوم بالعميد عمر أحمد بامشموس، مدير عام شرطة السير. بداية مرحبا بك سيادة العميد في هذا البرنامج الذي بث عبر المنبر الإعلامي لقناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيادة العميد. بداية إذا ما تحدثنا حول إدارة المرور، تشهد إدارة المرور في المناطق المحررة تحسنا ملحوظا في أدائها، وذلك من خلال ضبط وتنظيم وترتيب أيضا لحالات السير. كيف تقيمون هذا الأداء؟ أيضا ما هي خطة الوزارة لإعادة حركة السير والحد من السرعة والمخالفات ومنها أصحاب الدراجات النارية التي كثرت ولاحظناها في الأونة الأخيرة سواء في العاصمة عدن أو العاصمة المؤقتة عدن أو في بعض المحافظات؟ تفضل. شكرا جزيلا. أولا أنا سعيد أن أكون ضيف في قناة عدن لأسلط الضوء على كثير من الأمور المتعلقة بشرطة السير ومهامها وليكون المشاهد والمواطن على يعني اطلاع دائم على مهام وزارة الداخلية بشكل عام وشرطة السير بشكل خاص. نعم. طبعا نحن لا يعني يجب ان نعرف انه خرجنا من حرب دامية اثرت على مختلف بالفعل المؤسسات الدولة ومن ضمنها شرطة السير. تدمرت كثير من البنى التحتية لشرطة السير في المحافظات المحررة. نعم، نتيجة لآلة الحرب المدمرة للحوثيين. نعم. نهبت كثير من المركبات اللي تساعد على مهام عملكم، مهام العمل اليومي. نعم. ولكن بإصرار وعزيمة من القيادة السياسية والحكومة بدأنا نخطو خطوات جيدة في المحافظات المحررة. ومنذ أن تحررت هذه المحافظات أول من انتشر في الميدان بعد تحرير المحافظات المحررة هو رجل المرور، باعتبار أنه يمثل الدولة والمظهر الأول لتمثيل الدولة في الميدان. لقينا صعوبات في 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 عملية الانتشار، ظروف الحرب وما آلت إليه. أبرز هذه الصعوبات؟ أبرز صعوبات قلة الإمكانيات وشحتها، فوضى العارمة بعد الحرب، عادة تقع فوضى فعلا. وبالتالي يكون الانضباط فيه صعوبة. حصلت اعتداءات حتى على أفراد ورجال المرور. كثير من المركبات تم إدخالها بطريقة عشوائية وغير رسمية. نعم. من حضرموت أيام ما كانت القاعدة مسيطرة على حضرموت. نعم. وبالتالي شكلت علينا عبء كبير في الميدان. نعم.
يعني شوارعنا محدودة والسيارات دخلت بشكل كبير، ومع الأسف كانت تدخل المركبات هذه بدون رقابة وغير مطابقة للمواصفات، وبالتالي نلاقي صعوبة في تنظيم حركة الشارع. ولكننا خلال الفترة هذه خطونا خطوات ملموسة بالفعل. وأيضا مشكلة الدراجات النارية، نعم هذا من ضمن الصعوبات والعوائق اللي تعيق حركة السير. كثرت الآن في الآونة الأخيرة كثرت كثيرا هذه الدراجات النارية، حيث أن هذه الدراجات يعني بعضها لا تحمل أي أرقام، وأيضا هذه الدراجات هي أيضا معظمها بعض من ينفذون الاغتيالات عن طريق هذه الدراجات النارية. ما هو الدور المفعل من قبلكم أنتم للحد من هذه الدراجات النارية والتي تشكل عبئا على إدارة شرطة السير؟ الدراجات النارية نعم طبعا هي تستخدم، يفترض أنها تستخدم كانت تستخدم من سابق استخدام محدود في المدن، نعم مثلا لإيصال البريد والرسائل الخاصة بمؤسسات الدولة، يعني أصبحت بشكل عشوائي منتشرة. كانوا يستخدمونها في الأرياف باعتبار أنه ما فيش مواصلات. نعم. لكن مع الأسف الشديد أن الآن موجودة في المدن الآن في العاصمة عدن، موجودة الآن في العاصمة عدن بالذات اللي كانت مش موجودة فيها بالخالص. نعم. والمشكلة أنه كان يتم استيرادها عبارة عن قطع غيار يستوردونها تجار إلى البلاد، وبالتالي يركبونها ويتم بيعها. هذه الدراجات النارية أولا هي يتم استخدامها الآن أصبحت في كثير من المدن وبالذات في عدن، نعم أقصد بشكل عشوائي أصبحت الآن إنه تستخدم كوسيلة نقل، نعم وتحمل من 3 إلى 4 نعم أشخاص. أين دور المرور في ذلك؟ هذه جريمة لأنها تسبب في حوادث وكوارث. نعم كوارث بالفعل. يفترض إنه الدراجة لا تزيد حمولتها عن السائق وراكب خلفه. نعم لماذا لا لماذا تعملون لوائح وأنظمة لذلك لردع هؤلاء سائق الدراجات؟ لابد أن تكون شروط السلامة موجودة. نعم. لابد أن يلبسوا الخوذات على رؤوسهم، واللي يقود الدراجة لابد أن يكون يعني بسن معين بالغ. الآن أصبح عشوائي من يقود الدراجات. العمل عشوائي. الأطفال يستخدموها. نعم. نعم ولكن المفترض أن يفعل الآن من دور المرور، من دور الشركة، من دور حركة السير، وذلك لتنظيم مثل هذه الدراجات النارية كما ذكرنا. وأيضا هناك يعني للأسف الشديد بعض ممن ضمائرهم نزعت يستخدمونها للاغتيالات وللقتل لهذه الدراجات النارية، وذلك لا تحمل أرقام. صحيح. يعني بشكل عشوائي أصبحت هذه الدراجات النارية، والمواطنين يشكون من هذه الدراجات النارية. هذا كلام صحيح. نعم. كثير من حوادث الاغتيال. نعم عن طريق هذه الدراجات النارية. عن طريق الدراجات النارية. نعم. نحن في وزارة الداخلية أنتم تعلمون أنه كانت الإدارة العامة شرطة السير في صنعاء، وبالتالي كل مخزونها من الأرقام موجود في صنعاء. فمنذ أن تم تحرير المحافظات الجنوبية وبعض المحافظات الأخرى مثل تعز ومارب، تسعى قيادة وزارة الداخلية على وضع معالجة وحلول لموضوع الأرقام. ما هي هذه أرقام معالجة أرقام الحلول؟ سواء كان أرقام المركبات أو أرقام الدراجات. نعم. هناك تصورات
تم تقديمها للمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. الداخلية نعم. بشان أحمد بن أحمد المياسري. نعم, نعم. بشان موضوع ترقيم المركبات. بالفعل. وإن شاء الله في الـ في الـ في الأيام القريبة القادمة يتم ترقيمها. إقرار يعني العالية اللي بيتم العمل بها والبدء في الترقيم. في الترقيم لجميع المحافظات سواء كان في عدن وغيرها. المحافظات المحررة نعم. نعم. يعني أرقام, هل أرقام أم أنها أرقام فقط مؤقتة؟ لا, أرقام. لا لا لا, نحن نشتي نتخلص رقم. من أرقام المؤقتة بالفعل, هذا الذي نريده. أيه. نحن رقم. سنعمل على اعطاء رقم رسمي حتى ايضا للدراجات الناريه يعطى لها رقم. نعم بالطبع. يعني لتنظيم عمليه الحركه ان يكون منظم من قبل اداره المرور اداره شرطه السير, وانتم يعني تشرفون بشكل مباشر عليها. نعم. سيدة العميد, أيضا برزت مؤخرا في عدن بقية المحافظات المحررة دخول سيارات بشكل كبير من دول مجاورة لنا, منها هناك سيارات تحمل يعني أصناف أوروبية ويابانية, هذه الأصناف يتم تداولها للبيع والتأجير وتصور تقول في شوارع متعددة سواء كان في عدن وغيرها من المدن المحررة بدون أرقام ولا حتى تبقى يعني هناك وجود أي هوية يعني أوراق ثبوتية لهذه السيارات, كيف تتعاملون معها؟ رأيتنا هناك السيارات, معظم السيارات لا يوجد فيها لها أرقام, كيف يتعامل رجل المرور مع مثل هذه السيارات؟ كيف؟ حقيقة هل هناك حملة من قبلكم أنتم قمتم بها؟ نحن إلى الآن نوجه عملنا متوجه في الجانب التوعوي والإعلامي. نعم. نشتي نحد من ما هو موجود في الشارع, نحد من الفوضى. نعم. هذه المركبات مع الأسف أغلبها مش مكمركة. زي ما قلت في حديثي السابق. نعم. أنها دخلت بطرق لم تمر عبر منافذ رسمية. وبالتالي لو مرت عبر المنافذ بيتم جمركتها. نعم. بالإضافة إلى أننا إلى الآن لم تتوفر لدينا الأرقام حتى أننا نقوم بحملات لضبط هذه المركبات وألزام ملاكها بالترقيم. يعني ما عندنا الرقم. فإن شاء الله في قريبا نعم إن شاء الله, هذا ما نأمله أن تنتهي الفوضى والعشوائية لتلك السيارات التي لا تحمل أي أرقام, لتلك الدراجات النارية أيضا التي لا تحمل أرقام, هناك أيضا سيارات لا تحمل هويات ثبوتية أي أوراق ثبوتية تثبت لهذه السيارات لا يوجد لديهم, فهذا ما نأمله من إدارة شرطة السير.